خطيرة خطيرة اللقطة والهدف، قلت خطيرة اللقطة والهدف الأول لصالح نوتنغهام فورست. هجوم عكس انطلاقة ماجر على الجهة اليمنى، ماجر يدخل منطقة 18 متر يحاول يراوغ، مجهود فردي قلت من ماجر الذي انطلق كالسهم على الجناح ويتمكن بذلك من تسجيل الهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني الجزائري بعد مرور حوالي 19 دقيقة بالضبط. هذا فرصة و ما تدخلش الكرة، النهاية تدخل الكرة وتسجل الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني الجزائري. مرزقان هو اللي سجل، هو اللي نزل من الدفاع وسجل الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني الجزائري، ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح نوتنغهام فورست. وفي هذه اللحظة يعلن الحكم الرئيسي الحكم الجزائري روماني السعيد.